الانتخابات خلاص على الابواب دلوقتي، تحبي تقولي ايه للناس عشان ينزلوا ينتخبوا؟ اقول لهم بكل حب انزلوا عشان مصر، حبوا مصر، مصر بتناديكم زي ما ناديتوا الرئيس عبد الفتاح السيسي يقف معاكم في 30/6. دلوقتي كلنا بننادي الشعب كله انه ينزل، بقول لهم كلهم انزلوا مصر بتناديكم المره دي ان انتوا تنزلوا.